علماني ذبوا شرع الله الالي لا نبراني لا 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 علماني ذبوا شرع الله الالي احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد أن يصيبهم الله ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون التي اجتمعت اليوم الله أكبر اجتمعت لتقول لمن سيسير على نهج كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيسير في الطريق الصحيح اجتمعت في كل مدن ليبيا الحبيبة لتقول للحكومة وللدولة إذا أردت الفوز بخيري الدنيا والآخرة فعليك باتباع كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم اجتمعت أيضا لتقول كلمة أخرى هي أن ليبيا دولة واحدة لا تقسم ولا تجزأ لأننا في الأصل مؤمنون مسلمون عرب وليبيون ولله الحمد كلمة الافتتاح في هذا الاعتصام بإذن الله ستكون للشيخ عياد الكريم فليتفضل مشكور نعم كبروا واشكروا واذكروا واستغفروا ولا تنسوا أن تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم فإنه يقول صلى الله عليه وسلم صلوا علي يوم الجمعة فإن صلاتكم علي كفاري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الحمد لله أن رأينا هذا اليوم لقد